لاعب المغربي حمد الله داير روينه في السعوديه، لا رونالدو لا ماني ولا بنزيما ولا اي لاعب خلق ضجه كيف خالقه حمد الله. ما عادش حمد الله هذا منو حمد الله؟ تعال بالملعب والله لهينك الواحد الخميس يا بكايا الواحد الخميس ابي حمد الله البكايا ابو الخميس. اسمع يا خاين الواحد الخميس وش راح تسوي يا خاين؟ حنا كبرنا حمد الله حنا الصغر حمد الله. ها شوف شيء نهائي حمد الله بيبكي داخل الملعب، النصر عز حمد الله بيدله بالملعب يوم الخميس بيدله. من بعد الرحيل ديالهم فريق النصر والتحاق ديالو بفريق الاتحاد حاولت النصر تعوضه وجابوا رونالدو. والنتيجة كانت فوز فريق الاتحاد بالدوري والهداف ديالو حمد الله. حاليا بعد ما تعاقد فريق الاتحاد مع لاعب ريال مدريد كريم بنزيما، عدد كبير من الجمهور والاعلاميين كيطالبوا برحيل الهداف حمد الله، بداو عليه بالسب والشتم. بدك اليوم يجيكم بنزيما في الاتحاد بس يروح حمد الله؟ اكيد بنزيما ما فيها كلام. الله يا رجل يمشي حمد الله ترى طبيعي بنزيما. ايوه اتنازل ليه ما اتنازل؟ صح له تاريخ حمد الله لكن خلاص. لا لا عادي خلاص، ما تقارن ما تقارن بين بنزيما ولاعب سوبر ستار بلاعب يعني صعبه صراحه، بس في الاخير اقول صح لازم. ايوه صح يكون بنزيما يجي وحمد الله خلاص. اكيد واه اكيد والله. شوف صراحة بنزيما نجم كبير يعني شيء معروف يعني متفقين. خرج المدرب وقال في المؤتمر باللي الحمد لله هو مشكل داخلي وراه طلب الرحيل. حياكم الله من جديد اكشن مع وليد، ونروح لليوم المؤتمر الصحفي لنونو سانتو بعد المباراة. تكلم في موضوع مهم جدا، الكل يتساءل وين حمد الله يا عبد الله؟ موجود كان يتابع المباراة في المنصة. ايوه طيب بس نونو سانتو اول واحد الان يعطي تعليق، ايش اللي صاير مع حمد الله؟ حمد الله هو صوت انترن. حمد الله هو شأن داخلي، موضوع حمد الله هو صوت انترن. هو شأن داخلي. كوفام ريزولفير. لا نحله. كوم كلوب. مع النادي. كوم بسوش اونيستش. مع الأشخاص الأمناء. بورك نويتياد. لأن في نادي الاتحاد. سوشتا. فقط يوجد. سوفيكا. فقط سيبقى. كيفيكار. من يريد البقاء. والغياب ديالو في اللقاء مع الهلال والهزيمه ديال فريق الاتحاد وضربه جزاء اللي ضيع بنزيما خلقت تفرقه كبيره من بين الجمهور السعودي. اذا في مهاجم بيرجع الاتحاد للبطولات بيكون اللاعب عبد الرزاق. الكلام ذا كنت اردده من مده طويله ونزلت المقطع شهر 1 يوم 28 قبل نهائي كاس السوبر، وبالفعل حمد الله حسم نهائي كاس السوبر من ابرز المساهمين في تحقيق الدوري لنادي الاتحاد. نونو سانتو اولا يا اخي حرام عليك، ما في اي تكتيك فرضيه الملعب وتقوم باستبعاد عبد الرزاق حمد الله النجم الاول في الفريق. هو لولا عبد الرزاق حمد الله والله الاتحاد كان من الممكن انه ما يحقق لقب الدوري. عبد الرزاق حمد الله في البطوله افضل ثنائيه كان يقوم بها هو وكريم بنزيما، تقوم تستبعده وبعد المباراه تطلع بتصريح من يريد البقاء في نادي الاتحاد سيبقى. يا رجل يا اخي تعامل مع اللاعبين بشكل ممتاز. لو يبيع حمد الله راح يضيع. قول لي ليش؟ مو عشان حمد الله هو اللي شايل لك، لا 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 لا، بس بنزيما قاعد يسوي نفس رومارينيو. حمد الله هو الوحيد اللي جوا الصندوق. انا ماني قاعد اقول لك لانه هو الخرافي اللي شايل لك الليله، لا 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 لا، بس حمد الله هو الوحيد اللي قاعد يلعب جوا الصندوق. بنزيما ورومارينيو نفس الادوار، نفس الادوار بالضبط. هذا بنزيما مضيع لنا بلنتي. سلامات يا جماعه، ايش في ايش في؟ يعني انا بس قاعد اتخيل لو حمد الله موجود اليوم، والله العظيم قاعد اتخيل لو كان موجود كم حيجيب، كم كانت النتيجه؟ ممكن الاتحاد 3 والهلال 0 كمان مو 1. قسما بالله انا ما اتعصبت كده في حياتي من فتره كبيره جدا، مش عارف ابدا كلام من فين ولا من فين، بس هبعد التحكيم دلوقتي. اول حاجه مبروك لجماهير الهلال الفوز والتاهل لنص النهائي، وعرض لك لجماهيرنا جماهير الاتحاد، احنا اللي بنتعب والله والله احنا اللي بنتعب. مش عارف ابدا كلام من فين، مش عارف، زي ما انا بقول هارد لك لجماهير الاتحاد عايز اقول احنا اللي نستاهل. اتمنى بقى يكون انتقادكم لطارق حامد وحمد الله يكون اسعدكم جدا يعني زي النهارده كده، ولما كنت بقول ان اللعيبه دي هي اساس ان احنا نشيل
الدوري؟ محدش كان مصدق. اقول لي كده عزيزي، فين الهجوم النهارده في غياب حمد الله؟ فين الهجوم في غياب حمد الله؟ فين بنزيما؟ فينه؟ حتى ضربه الجزاء جت وضيعها. الناس مستغربه ان بنزيما بيضيع عادي، مع انه كان بيضيع عادي مع ريال مدريد. الماتش اللي فات كنت قلقان جدا ان هو يشوط ضربه الجزاء، وقلت الحمد لله ان هي عدت على غيره وجابها هدف. النهارده بنزيما في الملعب تحس ان هو بيلف حواليه بيدور على حمد الله. الراجل ده كان قاعد بيحارب لوحده في النص الامامي كله. قولنا الراي ليكم في الموضوع.